والشاهد عافي بالله. هذه وقفة تضامنية من سكان مدينة وهران إلى أهالينا وإخواننا في غزة. غزة غزة جزء منا لا يتجزأ من الجزائر، والجزائر واقفة مع فلسطين كما قيل ظالمة أو مظلومة. كامرأة جزائرية أولا نعتذر لشعب غزة على عدم قيامنا بالواجب تماما، ونعتذر لهم مكان الحكام الذي أغلقوا علينا الحدود حيث أننا لم نستطع أن نلتحق بهم. أنا شخصيا جاي من مدينة ألمانيا وراني هنا مشارك في خوتي، ولكن ما تنسوش باللي احنا خوتنا في ألمانيا الشعب عادي، هو ما مسلم ما والو، وراه ضامن معاه، راه ضد 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 الصهاينة. في الحقيقة احنا جينا باش نوقفوا، باش نعبر على 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 موقفنا يعني من المجزرة والمجازر التي تقام في غزة،